الآن زميلي العزيز محمد الباز عشان يحلل لنا بقى أرقام الفريقين بعد مباراة اليوم. منورنا محمد وألف مبروك للنادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على الكباتن. مليون مبروك طبعا للنادي الأهلي. النهارده الأهلي قلب الأرقام كلها على بيراميدز بالفوز النهارده. أهم 3 نقاط من وجهة نظري في يعني صراع المنافسة. أوقف طبعا سلسلة الفوز المتتالي لبيراميدز بعد 14 فوز متتالي. النهارده الأهلي أوقف بيراميدز وألحق بيه الهزيمة الثانية في الدوري هذا العام، يعني بالتساوي كده مع الأهلي كده، الاثنين عندهم هزيمتين أو خسارتين في الموسم الحالي. برضه هكمل على كلام كابتن بلال بخصوص وسام بن علي يا كابتن، مقارنة ب طبعا فيستون مايلي. احنا كنا اتكلمنا قبل المباراة، بس في الاخر كده هنعرض بقى الارقام وندلل بالارقام ان فرص وسام ان هو يصبح هداف الدوري ويفوق طبعا فيستون مايلي فرص كبيره جدا، واسبابها فنيه هنعرضها ونتكلم عليها. ولكن خلينا الاول نبص ارقام المباراه النهارده والتفوق كان للنادي الاهلي في بعض الاماكن في الملعب النهارده، خاصه وجوده في الثلث الهجومي هو ده ادى الافضليه. المباراه انتهت 3-2. يعني بالمناسبه بيراميدز السنه دي ما دخلش في مرمى 3 اهداف في مباراه واحده طول الموسم، اللي كانت مباراه المصري كانت في الكاس 3-1 او 3-2. نتكلم على الدوري، استحواذ 52-48. الركنيات النهارده 3 ركنيات للاهلي مقابل 4 ركنيات لبيراميدز. تسديداتها كابتن النهارده في 10 تسديدات للنادي الاهلي، 10 تسديدات منهم 3 على ال3 خشبات او الاون تارجت. بيراميدز سدد 4 تسديدات فقط، تخيل، منهم 2 على ال3 خشبات. التفوق النهارده كان في التسديدات للنادي الاهلي، منهم طبعا هدف من خارج منطقه الجزاء اللي هو هدف طبعا قفشه، وده زود معانا عدد الاهداف من خارج منطقه الجزاء للنادي الاهلي. الفرص النادي الاهلي النهارده صنع 8 فرص بشكل عام، منهم فرصتين محققتين. بالنسبه لبيراميدز 3 ومنهم فرصه محققه. الاكس جي كان عند بيراميدز كان يصل يعني لهدف، النهارده احرز هدفين، اما بالنسبه للنادي الاهلي كاد ممكن يصل ل يعني 3 اهداف، وده اللي حصل بالفعل من واقع الفرص والتسديدات. نكمل نشوف الشكل النهارده، التمريرات دايما الاثنين مقاربين، يعني حتى مباراه النهارده التمريرات الصحيحه 302 عند النادي الاهلي، وهم برضو 303 سوري عند النادي الاهلي، 302 عند بيراميدز، ولكن الدقه كانت الافضليه للاهلي 78% مقابل 74%. الرقمين دول كدقه كابتن ايمن، لا النهارده يعتبر من اضعف يعني التمريرات، وكان في ميس باس كبير جدا عند الفرقتين شفناهم وحضراتكم اتكلمتوا، بالتالي اتعكس في دقه التمريرات عندهم، لان الاهلي وبيراميدز في المباريات اللي لعبوها طوال الدوري وصلوا لدقه 85% من تمريراتهم. نتكلم على التمريرات الطوليه، الاهلي عمل 35 تمريره طوليه النهارده، منهم 14 بشكل صحيح بدقه 40%، لكن بيراميدز 43 النهارده لونج بول اتلعبت ب 14 منهم بس صحيحه بدقه 33%. نخش بقى على الشكل الهجومي ونشوف الفرق. الافضليه كانت للنادي الاهلي بتمريراته في الثلث الاخير في عند بيراميدز، لعب 101 تمريره منهم 56 بشكل صحيح بدقه 55%. بيراميدز لعب 27 تمريره فقط في الثلث الاخير عند النادي الاهلي بشكل صحيح، يعني من 59 تمريره. فالاهلي النهارده يعني ضعف الرقم ده مرتين، يعني بالنسبه لوجوده في الثلث الاخير عند بيراميدز حتى تمريراته. ودخول النادي الاهلي النهارده بهجمات في الثلث الاخير كان عنده 56 تمريره في الثلث الاخير، النهارده وجود يعني بشكل كبير جدا في الثلث الاخير عند نادي بيراميدز، ثلث الدفاع عندهم، وكان معظمهم طبعا يصل ل 15 تمريره من العمق، وده وضح طبعا الافضليه والخطوره وجود النادي الاهلي في الثلث الاخير عند مرمى الخصم. بيراميدز 40 بالنسبه للعرضيات، النهارده بيراميدز عمل طبعا 12 عرضيه منهم 2 بشكل صحيح دقتهم وصلوا 17%. وكنا بنقول يا كابتن ايمن قبل المباراه من اهم نقاط القوه عند بيراميدز هي الكرات العرضيه من اللعب الاوبن بلاي او حتى الكرات الثابته، ومنهم فيست مايلي طبعا احرز 6 اهداف بالراس، يعني ده كانت من شكل خطوره، والهدف فعلا اللي دخل في الشناوي كان واحد منهم بهذا الشكل. يعني الاهلي عمل 7 كروسات
دايما الكروسات بتقل عند النادي الاهلي يعني حتى النهارده، لانه اعتمد اكتر على الدخول في الثلث الاخير واللعب في العمق بشكل كبير واللونج بولز، فكان في 7 كروسات فقط واحده منهم هي اللي يعني كانت صحيحه بدقه 14%. حتى كسب الثنائيات تفوق للاهلي 52% من كل الالتحامات اللي حصلت بالمواجهات الثنائيه عند بيراميدز دقه 49%. يعني الارقام متقاربه الى حد ما في الناحيه الدفاعيه، كسب الكره وخساره الكره كانوا مقاربين جدا يا كابتن ايمن. دايما الاهلي بيمتاز بالكاونتر بريسنج، وشفنا طرق الضغط واسترجاع الكره، وهنعرض بعض الصور اللي ترجم الارقام اللي احنا شفناها عشان نشوفها فنيا كانت ماشيه ازاي. افضل ارقام النهارده طبعا وخد رجل المباراه هو حسين الشحات، صحيح، ومعاه طبعا وسام بن علي. فخلينا نبدا بحسام حسين الشحات النهارده يا كابتن، عمل مباراه كبيره جدا، اهمها طبعا وجوده في الثلث الاخير بيشكل خطوره كبيره بتمريراته. عنده طبعا النهارده تمريره حاسمه واحده، لعب 90 دقيقه كامله، لمس الكره 42 مره. تمريراته النهارده يعني ما كانتش بشكل كبير، ولكن الانتاجيه من التمريرات والتاثير بتاعها الايجابيه عاليه جدا. بالتالي ان هو عمل تمريرات مفتاحيه 3، والمباراه السابقه عمل 4 تمريرات مفتاحيه. حسين الشحات تاني اكثر اللاعبين في التمريرات الكي باسس في الدوري العام هذا الموسم، يعني وصل ل 44، بيصل لمعدل 2.3 بالمباراه الواحده. فالمباراه النهارده عمل 3 تمريرات مفتاحيه، واللي قبلها الاخيره كانت 4، فوجوده بيلعب دور كبير جدا حتى تكتيكيا. عمل عرضيتين النهارده، نكمل عشان نشوف حتى تواجده من الناحيه الدفاعيه. ساهم في التمريرات الطوليه، عمل 3 لونج بولز، ما اتاخدوش بشكل يعني ايجابي على المرمى، ولكن صناعته للفرص المحققه وكسب الثنائيات عنده النهارده كان في التحامات 13 مره كسب منهم 7. حتى الالتحامات الهوائيه رغم يعني حسين الشحات عمل كان في 3 كسب منهم 2. فحسين الشحات وجوده مؤثر في الملعب بارقامه، خاصه الكي باسس وتحركاته، والتغيير النهارده السويتشنج اللي حصل اثناء المباراه ادى شويه افضليه ظهور حسين الشحات بشكل مميز. يعني نبص على وسام علشان برضو نكمل الجزء اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيه الفني، ونشوف وسام فرصه عامله ازاي في الدوري، ان هو هل فعلا يصبح هداف الدوري او لا. وسام النهارده لعب 90 دقيقه كامله، احنا كنا بنقول لحضرتك قبل المباراه يعني مشاركاته بالدقائق كانت قليله جدا، بتصل يعني يعني تقريبا 60 دقيقه يعني كمتوسط في ال 11 مباراه اللي لعبهم. النهارده دي المباراه ال 12، واول مره يكمل 90 دقيقه كامله، لمس الكوره 21 مره، طبعا احرز 2. تمريراته النهارده برده ما كانتش كبيره وكتيره، 11 يعني منهم 7 فقط بشكل صحيح. التمريرات المفتاحيه عمل واحده تمريره مفتاحيه النهارده كان ليها شكل وخطوره، سدد 3 تسديدات منهم واحده على ال3 خشبات. ده ارقام وسام بن علي، ولكن يعني نرجع بقى للحته اللي كنا بنتكلم فيها، الفرق ما بين وسام او المقارنه ما بين وسام بن علي وطبعا فيستون مايلي هو اقتناص الفرص ترجمتها لاهداف. مقارنه فيستون مايلي هو اكتر لاعب اهدارا للفرص زي ما قلنا هذا الموسم، يعني اهدر 13 فرصه محققه. الاكس جي كان عند فيستون مايلي قبل المباراه، هو احرز طبعا في لعب 26 مباراه كان احرز 13، النهارده الهدف ال 14 كان ممكن المفروض يصل ل 20 هدف يا كابتن ايمن. لكن وسام بن علي كان المفروض يصل ل 6 اهداف او 6 يعني بوينت 6 اقول 7 اهداف تقريبا، وهو احرز في يعني كان قبل المباراه دي 8 اهداف. فبالتالي هو اوفر اتشيفنج للفرص اللي جات له، ان هو اوفر اتشيفنج عدد الاهداف اللي جات. عايزين نقول كمان خلي بالك عدد المباريات اللي لعبها فيستون مايلي وعدد المباريات اللي لعبها وسام ابو علي. النهارده 12 مباراه وسام بن علي وصل كده للهدف الرقم 10، وفيستون مايلي النهارده 27 مباراه وصل للهدف 14. بس وسام ابو علي لعب عدد مباريات اقل. اقل وعدد دقائق اقل. بالظبط. لان فيستون مايلي يعني تقريبا تخطى ال 2400 دقيقه، النهارده وسام وصل ل 800 دقيقه تقريبا. ومعدل الدقائق بالنسبه له في عدد المباريات ال 11 او النهارده كده 12 مباراه 63 دقيقه، اول مباراه يلعبها 90 دقيقه وسام من بن علي من ذو يعني قدومه للاهلي. وسام ابو علي. ابو علي. مش بن علي.
ايوه هو ابو فاللي هو اوفر اتشيفنج دايما على الاكس جي بتاعه ده معناها ان هو بيقتنص او يعني بيقدر يترجم معظم الفرص لاهداف، فرصه كبيره جدا ان هو يكمل في ان شاء الله ان هو يحقق هداف الدوري. اخيرا بقى كابتن، يعني صورتين ثلاثه بس بتعكس الارقام اللي شفناها من ناحيه الضغط واسترجاع الكوره للنادي الاهلي والفرص، ان هو بدا النادي الاهلي يعزز وجوده في الثلث الاخير ولعبه في العمق. الارقام بتقول لنا ان الاهلي بقى موجود بشكل كبير جدا في الثلث الاخير لاي فريق، وخاصه في العمق والممرين الداخليين، لان الكي باسس والدبل باسس ودخول يعني امام مع حسين الشحات بيعملوها بشكل كويس جدا. الاهلي دي الهجمه بدات من الاول كان بيلد اب بكذا تمريره يا كابتن، واتلعبت هنا نقف بس نقف يعني هنا اتلعبت يعني الكرة كانت شوف بنلعب الكرة اللونج بول اللي هي بتتكمل هنا تتحط في نص ملعب الخصم لدخول بقى النادي الاهلي في الثلث الاخير عند بيراميدز. احنا شفنا الارقام من هنا بس كان هنا اللي احنا نقصده ان كانت ناحيه الشمال في مساحه كبيره جدا، وعايز اقول لحضرتك ده كانت في الدقيقه 5 في الشوط الاول فكان الفرصه كبيره جدا دي اتلعبت. نكمل بقى نشوف اتلعبت ازاي، للاسف اتلعبت يعني بطريقه خلاص طلعت ركنيه. الفرصه كانت خطيره جدا، دي كانت سهله جدا، سهله جدا لو اتلعبت صح. مظبوط، فبالتالي ده اللي احنا بنتكلم عليه يعني الشكل. نكمل بقى نخش على عشان الوقت بس ونسيب الكباتن بقى تترجم كل الحاجات الفنيه اللي كنا نقصده، ان ازاي الاهلي كان بيعمل التمريرات الكثيره للخطوط زي ما شفنا الضغط بقى هنا كابتن. نرجع معلش عشان يعني نشرح مع الكباتن ونسيبهم بقى يكملوا. الضغط بتاع النادي الاهلي الضغط العالي الشرس هنا استرجاع الكوره في لحظات يا كابتن هنا، ودي ميزه بيمتاز بها النادي الاهلي. الكوره اتلعبت هنا عندي امام نقف بقى هنا بس حسين الشحات، الكوره اللعب في العمق. شفنا الارقام بتقول لنا وجود الاهلي كان هنا النهارده في الحته دي في العمق والهاف سبيسز بشكل كبير. للاسف برضو الدقه في التمريره هي كانت لها دور كبير جدا، التركيز والانهاء بتاعه التمريره كان ممكن يخلي النادي الاهلي النهارده يصل لاكس جي واهداف كثيره. نكمل بقى نشوف هي كان شكلها عامل ازاي وتم انهاءها ازاي. للاسف يعني هو سام لعبها طبعا شكل عالمي، ولكن كان يعني اعتقد حسين كان محتاج يهدى عليها شويه، كان تبقى افضل من كده. دي برضو احد الفرص اللي بتقول لنا برضو شوف التمريرات التحضير، النادي الاهلي بيبني الكوره حتى من الخلف، يبدا ان هو يطلع بالكوره التدرج هنا. نقف ناحيه الشمال هنا سوري ناحيه اليمين عند بيراميدز، فاضيه تماما فاضيه تماما الكوره في نص الملعب. الاهلي بيقدر ان هو يطلع بالكوره بشكل كويس باكتر من تمريره، ولكن التمريره الاخيره لو كان في تركيز هنا بص فتح من السكاننج بشكل كبير كان ممكن يطير هنا. اعتقد حسين الشحات برضو امام حتى نزل في النص عشان يستلم وكان ممكن يلعبها في العمق، كان في اكتر من اوبشن يعني. صحيح، اكتفي بهذه الحالات يعني واسيب حضراتكم بقى تفسروها بكل وضوح، ولكن حبينا نربطها بالارقام. فرص النادي الاهلي كبيره، ولكن اعتقد الماتشات الجايه تبقى اصعب. شكرا جزيلا يا باز، نورتنا والف مبروك للنادي الاهلي.